بسم الله الرحمن الرحيم. حصة العلوم لطلبة الصف الثامن، اليوم إن شاء الله يا الثامن راح نحل أسئلة الوحدة. نبدأ في السؤال الأول. ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. أي السيارتين في الشكل 32 ستصل أولا إلى خط النهاية إذا علمت أن السيارة ألف تسير بسرعة 126 كيلومتر لكل ساعة، أما السيارة باء فتسير بسرعة مقدارها 35 مترا لكل ثانية. في البداية قبل إيجاد الناتج ضروري جدا ننتبه يا ثامن أن الوحدات المستخدمة في قياس السرعة مختلفة، ففي السيارة الأولى الوحدة هي كيلو متر لكل ساعة، أما في السيارة باء فهي تسير بسرعة 35 متر لكل ثانية. فشو راح أعمل؟ أول شيء راح أحول الوحدات من كيلو متر إلى متر، والساعة راح نحولها إلى ثواني. فالخطوة الأولى بنحكي أنه السيارة الأولى هي ألف، سرعتها كانت تساوي 126 كيلومتر، راح نضربها في ألف. ليش ضربناها في ألف؟ لأنه الكيلومتر يساوي ألف متر، الكيلومتر يساوي ألف متر تقسيم 126. كم الزمن؟ الزمن هنا ساعة، الساعة كم دقيقة فيها؟ فيها 60 دقيقة، فرح نضربها في 60. ضرب الدقيقة كم ثانية فيها؟ 60 ثانية، فرح نحكي 126 ضرب 1000 تقسيم 1 ضرب 60 ضرب 60. الآن سنجد الناتج ويساوي 126 ضرب 1000 مننزل 3 أصفار، 126 ضرب 1 يساوي 126. مرة أخرى يا تامن، نح نضرب 126 ضرب 1000، نحكي 126 ضرب 1 يساوي 126، وفي عندي 3 أصفار بينزلوا تقسيم 1 ضرب 60 ضرب 60، في عندي صفرين نحن نتركهم للأخير، 6 ضرب 6 يساوي 36، وعندي صفرين بينزلوا فيصير 126 126 ألفا تقسيم 3600 ويساوي. طبعا الأصفار بتلغي مع بعض، فبضل عندي 1260 تقسيم 36. أنا لما بدي أقسم، لما يكون في البسط والمقام أصفار، من في عندي هون هذا الصفر وهذا الصفر بلتغي مع الأصفار الموجودة هنا، فبنحكي 1260 تقسيم 3، 1236 تقسيم 1260 تقسيم 36 يساوي 35 متر لكل ثانية، فبلاحظ انه سرعة السيارة ألف كانت تساوي بعد ما حولتها 35 مترا لكل ثانية، ولاحظ السيارة الأولى كم سرعتها؟ 35 متر لكل ثانية، فالسيارتان تسيران بنفس السرعة، بما أنهم بيسيروا بنفس السرعة إذا السيارتان ستصلان معا، إذا الإجابة الصحيحة هي جيم، السيارتان ستصلان معا. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني يمثل الشكل العلاقة بين السرعة والزمن لقطار، وعليه فإن ميل الخط يمثل، طبعا ما أنه أنا عندي سرعة يا ثامن وعندي زمن، حكينا السرعة والزمن هدول الاثنين بيرتبطوا مع بعض في علاقة التسارع، إذا السرعة والزمن بيربطوا مع بعض في قانون التسارع، لأنه التسارع يساوي التغير في السرعة على التغير في الزمن. إذا لما يكون عندي محور الصادات يمثل السرعة ومحور السينات يمثل الزمن، إذا الخط المائل الذي ميل الخط الذي يظهر عندي يسمى التسارع. إذا الإجابة الصحيحة هي ألف، وبرجع بكرر كيف عرفت إنها ألف؟ لأنه عندي سرعة وزمن، سرعة وزمن. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث. من ضع دائرة. بدأ القطار حركته فتغيرت سرعته كما في الشكل، وعليه فإن
تدرج القطار خلال أول 4 ثواني من حركته بوحدة المتر لكل ثاني تربيع. لاحظ متر لكل ثاني تربيع يا ثامن، يعني هو بده تسارع، ومعطيني الزمن خلال أول 4 ثواني. طبعا عشان أوجد التسارع لازم نكتب قانون التسارع. التسارع يساوي عين اتنين ناقص عين واحد، سكر القوس، تقسيم زين اتنين ناقص زين واحد. هذا قانون التسارع، التغير في السرعة على التغير في الزمن. الآن راح نطبق عليه، نفتح القوس. كم مقدار السرعة؟ مقدار السرعة عبارة من الشكل، أنا راح أختار سرعتين. فمثلا لو اخترنا في هذا المكان السرعة الأولى هي 6 متر لكل ثانية، واخترنا هي لحظة بدء الحركة هنا، فلاحظ هنا كم السرعة هنا في الحالة ب؟ صفر. فبكون هون عين اتنين وهنا عين واحد، تمام؟ الآن لما كانت عين واحد تساوي صفر كم كان الزمن؟ لاحظ أنا بمشي لنهاية الخط، كان الزمن يساوي 4 ثواني. إذن عندي 4 ثواني هنا راح يكون في عندي زين اتنين، عفوا هنا زين اتنين. كيف عرفنا زين اتنين؟ لأنه لما كان الزمن يساوي 6 نزلنا مشينا هيك خط مستقيم ثم نزلنا للأسفل، يعني انتقلنا من محور الصادات إلى محور السينات، فكان 4. هلا لاحظ عين واحد هي نقطة الأصل 0 0، فإذا كانت عين واحد تساوي 0 إذا الزمن هنا سيكون 0. إذا الزمن في الحالة الثانية يساوي 0. نطبق على القانون، نرجع مرة ثانية، حكينا التسارع بيساوي عين اتنين ناقص عين واحد، تقسيم زين اتنين ناقص زين واحد. هلا على القانون التسارع يساوي، طبعا كم قيمة عين اتنين؟ عين اتنين تساوي 6 ناقص كم قيمة عين واحد؟ 0 تقسيم كم قيمة زين اتنين؟ 4 ناقص كم قيمة زين واحد؟ 0 ويساوي 6 ناقص 0 6 تقسيم 4 ناقص 0 4 ويساوي 6 تقسيم 4 ويساوي 1.5. 6 تقسيم 4 ويساوي 1.5. إذا متر لكل ثانية تربيع، متر لكل ثانية تربيع، إذا الجواب 1.5. هلا بنشوف الجواب وين موجود في أي فرع؟ في الفرع باء. إذا الإجابة الصحيحة هي باء، 1.5. هيك بنكون أنهينا حل أسئلة ضع دائرة. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني يا ثامن، بناء على الرسوم البيانية في الشكل 2 32، في عندي حركة 4 كرات ألف وباء وجيم ودال باستخدام البيانات في الشكل، بين إذا ما كانت حركة كل كرة بتسارع ثابت أو أن الكرة ساكنة أو تتحرك بسرعة ثابتة. طبعا في البداية شو طالب مني؟ التسارع الثابت. بما أنه طالب مني تسارع ثابت في هذه اللحظة شو راح أعمل؟ لاحظ راح أطلع على الرسم البياني الموجود عندي. الشكل الأول محور السينات يمثل الثواني اللي هو الزمن، ومحور الصادات يمثل مسافة، وزمن ومسافة ما بيعطوني تسارع، زمن ومسافة ما بيعطوني تسارع، لأنه الزمن مع المسافة بيربطوا لي بالسرعة. نأتي إلى الرسم البياني الثاني، عندي سرعة محور الصادات يمثل السرعة
ومحور السينات يمثل الزمن. لما يكون في عندي سرعة ويكون في عندي زمن، في هذه اللحظة ايش راح يكون في عندي؟ تسارع. ما دام عندي سرعة وعندي زمن، اذا راح اعمل ايش؟ تسارع. لاحظ ما دام عندي تسارع ثابت، قبل شوي حكينا بالشكل فوق، متى يكون التسارع ثابت؟ اذا كان بخط مستقيم. اذا راح نروح على الشكل الثاني، لانه في عندي سرعة وعندي زمن. هلا متى يكون التسارع ثابت؟ اذا كان بخط مستقيم. اذا كان ميل الشكل بخط مستقيم، فلاحظ وين الخط المستقيم؟ في الكرة دال، في الكرة دال. هلا لاحظ الخط مستقيم يعني سرعة ثابتة. الخط المستقيم ماذا يعني؟ سرعة ثابتة. الخط المستقيم يعني سرعة ثابتة. متى بكون التسارع ثابت؟ إذا كان الميل بخط مستقيم. فلاحظ إنه جيم، هنا جيم، الكرة جيم هي التي تتحرك بتسارع ثابت. الكرة جيم هي التي تتحرك بسرعة ثابتة، بتسارع ثابت عفوا. الآن بدي كرة ساكنة. الفرع باء بحكي لك بدي الكرة، متى تكون الكرة ساكنة؟ عشان تكون الكرة ساكنة لازم هي ما تتحرك، تضلها على نفس المسافة. بنروح على الشكل البيان الأول، هاي المسافة. وين كانت المسافة ثابتة ما تغيرت؟ لاحظ هنا عند النقطة باء، هنا المسافة عم يمر الوقت والكرة باء لسه على نفس المسافة اللي هي 25 متر. إذا الكرة باء هي كرة ساكنة. ظل عندي السرعة الثابتة. السرعة الثابتة طبعا راح تكون لمين؟ راح تكون لألف ودال. السرعة الثابتة راح تكون لألف، لأنه هنا حكينا الميل مستقيم، الميل هو عبارة عن السرعة. وهنا أيضا السرعة الثابتة حسب الشكل هي ما بين الاثنين والثلاثة. الآن ننتقل إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث يمثل الرسم العلاقة بين السرعة والزمن لحركة لاعب جري لمسافات قصيرة. تأمل الشكل ثم أجب عن الأسئلة الآتية. ألف، ما المعلومات التي يمكنك التوصل إليها حول سرعة اللاعب خلال فترة الجري؟ وهل كانت سرعته ثابتة أم طبعا خلال فترة الجري؟ طبعا أكيد جوابي رح يكون السرعة متغيرة. كيف عرفنا أن السرعة متغيرة يا ثامن؟ السرعة متغيرة. كيف أنا بدي بعرف أنها السرعة متغيرة؟ لأنه طلع يا مس، لاحظ الشكل عندي ما بياخد اتجاه منحنى واحد، المنحنى مش بخط مستقيم. فهنا لما يكون عندي المنحنى مش موجود بخط مستقيم، أو الشكل مش مرسوم بخط مستقيم، هنا نستنتج أن السرعة متغيرة. مرة كانت سرعته 10 متر لكل ثانية، مرة 20، في نقطة كانت 40، في نقطة أخرى كانت 50، بعدين سرعته صارت ثابتة، ظلت 50 متر لكل ثانية. إذا السرعة عم تتغير. بحكي لك في أي 5 ثواني كان تسارع اللاعب أكبر وما مقداره؟ طبعا عشان أعرف التسارع، لما دائما يا ثامن يعطيك شكل ويطلب منك أكبر تسارع، بتروح على المرحلة اللي فيها أكثر انحدار. يعني كيف لما السيارة تكون طالع طلوع، نفس الشيء هون بكون تسارعها أكبر ما يمكن. فلاحظ أكبر انحدار في هذه المنطقة، هنا كثير في ميلان، الميلان اللي هون شماله قوي، فبكون هنا بكون التسارع أكبر ما يمكن. إذا من فترة من 20 إلى 15 ثانية. إذا متى كان التسارع أكبر ما يمكن؟ اللي هي من 20 إلى 15 ثانية، اللي هي من 15 لـ20 ثانية. الآن بحكي لك ما مقدار هذا التسارع؟ طبعا الحساب التسارع بنكتب القانون. التسارع يساوي التغير في السرعة، في السرعة تقسيم التغير في الزمن. هذا قانون التسارع. الآن بدي أطبق على هذا القانون. ببدأ في التغير في السرعة، خلينا نأخذ هذول السرعتين. لاحظ في بداية هنا كانت السرعة 40، وهنا كم السرعة؟ 20. عندما كانت السرعة 40 كم كان الزمن؟ 20. وعندما كانت السرعة 10 كم كان الزمن؟ 15. فراح نحكي التالي، راح أحكي
20 ناقص، طبعا اول شيء راح اخذ السرعات، السرعه الثانيه هي 40 والسرعه الاولى هي 20، فبحكي أربعين ناقص عشرين تقسيم، طبعا هون التغير في السرعة يعني أربعين ناقص عشرين، ما ننسى الأسهم، تمام، تقسيم كم التغير في الزمن؟ لاحظ الزمن الأول كان مقداره 20 والزمن الثاني مقداره 15، فبحكي 15 20 ناقص 15 20 ناقص 15، ما ننسى نضعها في أقواس. عشرين يساوي عشرين، تقسيم عشرين ناقص خمستاش خمسة، عشرين تقسيم خمسة يساوي أربعة، إذا التسارع يساوي أربعة متر لكل ثانية تربيع، هنا حسبنا التسارع أربعة متر لكل ثانية تربيع. ننتقل الآن إلى السؤال الرابع، ادرس الشكل 234 الذي يمثل حركة نملة على طريق مستقيم ثم أجب عن الأسئلة التي تليه. طبعا بناء على الشكل لاحظ في عندي هذه سرعة الجسم، سرعتها بدأت الحركة في زمن مقداره صفر، صارت تتحرك بسرعة لو وصلت لمسافة 30 سنتيمتر، بعدين لاحظ من فترة من 3 إلى 6 ما غيرت المسافة يعني توقفت عن الحركة، بعد ذلك من 6 إلى 8 رجعت تحركت وبشكل سريع لأنه تحركت مسافة من 30 إلى 50 غيرت مسافتها. الآن بناء على هذا الشكل سنجيب عن الأسئلة، ما المسافة التي قطعتها النملة بعد 3 ثواني؟ عشان أعرف بعد 3 ثواني برجع الشكل، هاي 3 ثواني بنروح على المسافة كانت 30 سنتيمتر، إذا جواب الفرع الأول 30 سنتيمتر، 30 سنتيمتر. الآن الفرع ب، متى كانت النملة على بعد 10 سنتيمتر من نقطة البداية؟ هلا بده معطيني ايش بعد مسافة، بروح على المسافة اللي هي 10، هاي العشرة بتجه بهذا الخط ثم ننزل إلى الأسفل، هلا عند 10 سنتيمتر هذا بعد كم ثانية؟ بعد ثانية واحدة، إذا الإجابة راح تكون 1 ثانية. متى توقفت النملة عن الحركة؟ كيف بعرف إنه النملة توقفت عن الحركة؟ حكيت لك بتضلها على نفس المسافة ما بتتغير، فلاحظ توقفت عن الحركة عند عند الزمن الثلاثة من 3 إلى 6 ثواني، في الفترة من 3 إلى 6 ثواني توقفت عن الحركة. إذا من 3 إلى 6 ثواني. كم ثانية توقفت؟ بحكي 6 ناقص 3، 3 ثواني.